باقي من 96% كام؟ 4%. 4% دول ايه؟ قال لك دول سوفت تيشو، بروتين، ووتر، كاربوهيدرات، كلام فاضي. هنا ولا في الجزيرة الأخرى؟ عندي نوع من كام نوع من انواع الكاكاشن؟ تو تايب. واحد اسمه ديكالسيفاي سيكشن. يعني اجيب السنه احطها في حمل يسقط منها الكالسيوم، يدوب الكالسيوم، وبعد كده احطها على مكنه اللانشون اقطعها واصبغها باحمر وازرق، اللي هم ايه الاحمر والازرق دول؟ اتش ان اي هيماتوكرين اند ليوسين، واحطها تحت الميكروسكوب وادرسها. عملت كده ما لقيتش ينمي. ليه ما لقيتش ينمي؟ يا بيه انت دوبت 96% من الاستراكشر، هيفضل حاجه؟ مش هيفضل حاجه. قال لك خلاص يبقى الطريقه دي ما تنفعش. الطريقه دي ايه؟ ما تنفعش. شوف لي طريقه ثانيه. قال لك امسك الانامل، امسك السنه، قطعها بالشنيور، اعمل لها جرايندنج لحد ما تبقى رقيقه. الجرايندنج ده مش هيعمل حراره؟ هيعمل حراره. عملت جرايندنج، يبقى اسم السكشن ايه؟ اسمه جرايند سكشن. قولوا لي بالعقل الحراره دي هتعمل ايه؟ هتحرق. لو حاجه كلها لحمه اورجانيك تعمل فيها ايه؟ تحرقها تماما وتبقى سودة. ايه حته اللحمه اللي موجوده جوه السنه؟ بلط. يبقى البلط هيجرى له ايه؟ هيتحرق ويبقى اسمه بلط ولا بلط سبيس؟ بلط سبيس. طب حاجات اللي الكالسيوم فيها عالي، حلو، جميل، هيجرى لها حاجه؟ لا. طب والحاجات اللي بين البنين؟ يعني مش هايبر كالسيفايد ولا انكالسيفايد، حاجات في النص. هايبو كالسيفايد. حاجات ايه؟ هايبو كالسيفايد. يبان لونها ايه؟ يبان لونها بين البنين، بني، براون. يبقى اللون بتاع الحلق على حسب ايه؟ كمية الكالسيوم، على حسب كمية الكالسيوم. حد عنده اضطراب؟ لا. ومن هنا تيجي الفيزيكال بروبرتي. نمرة واحد، ما دام انا 96% كالسيوم، دي حاجة هارد ولا مش هارد؟ هارد ده بيفكرك بالطبق الصيني اللي عندك في النيش. عارف الطبق الصيني اللي ما بتاكلش فيه ده؟ هو ده. غالي ولا مش غالي؟ هارد ولا مش هارد؟ هارد. انما لو وقع على الارض يجرى له ايه؟ يتكسر. عشان اولدو انه هارد، بس مشكلته انه بريتل. يعني ايه بريتل؟ يعني ما بيستحملش التنسايل فورس. احنا خدنا ماتيريال خلاص، ما بيستحملش التنسايل فور. يبقى الفيزيكال بروبرتيز ان الليفل هارد. ده الهارد ستوس ستراكشر، ده انشف حاجه في بالراحه بالراحه، ده انشف حاجه في الايه؟ في الجسم، صح؟ والزون هارد بس بريتل. بس ايه؟ بريتل. طب لون الانامل ايه؟ الانامل زي الازاز، ترانس لوسن، يعني بيبين لون ايه اللي تحته؟ الدنتين. لو الازاز حلو قوي السنه تبان لونها اصفر، يبقى يلو مش الكلر. ولو الانامل وحش ما بيبينش اللون اللي تحته، يبقى جريش ان كلر. فبنقول ان الانامل بين انه يلوش وبين انه جريش ان كلر. اخر حاجه معجون السنان اشهر حاجه فيه فيها فلورايد. ليه يا عم؟ قال لك الفلورايد بيخش جوه السن. ايه ده؟ يعني الانامل الفلورايد بيخترقه؟ اه بيخترق. ويبقى بدل هيدروكسي ابيتايت فلورو ابيتايت. يبقى بيرميابل ولا ان بيرميابل؟ لا، هو سيمي بيرميابل. لحتت حلاوه ولا الايونز؟ يا دوب ايون زي الفلورايد. ايون زي الايه؟ زي الفلورايد. حد عنده اضطراب؟ تعالى نخش بقى في المهم اللي اسمه الايه؟ هيستولوجي اوف انامل. هنخش في مين؟ هيستولوجي اوف الانامل.
حيوان شبه الفار كده، ليه شعر كده. مين ده؟ ده القنفذ. ايه يا عم القنفذ ده؟ قال لك ده فار بشعر، بس الشعر بتاعه ناشف قوي، بيسموه رد. لما يخاف يعمل ايه؟ يوقف الشعر بتاعه. بيعملوا ايه القنفذ ده الشعر؟ بيحميه، بيكبر حجمه. عارف الانامل؟ قال لك الانامل بالظبط كده زي القنفذ. يعني ايه؟ قال لك بيكون من شعر جنب بعض. شعر القنفذ باللاتي سميته ايه؟ رد. طب يرضيكوا الشعر ده يبقى مفرق عن بعضه ولا الزقوا بعضه؟ الزقوا بعضه يبقى بتوين الرد. انتر رد سابستنس. انت الرد ايه؟ طب وشويه الاورجانيك يروحوا فين؟ قال لك يعملوا لي حوالين الرد حاجه اسمها رد جين. بيقع حاجه اسمها رد ايه؟ بالظبط كده شبه الاسطوانة. شبه ايه؟ الاسطوانة. ادي رود، لازقة جنبها رود، لازقة جنبها رود. عددهم كام؟ قال لك بالراحة، أنت عندك أصغر سن في الأورال كافيتي مين؟ لور سنترال انسايدر. قال لك في اللور سنترال تقريبا 5 مليون. طب أكبر سن مين؟ اول 6 عددها تقريبا 12 مليون. يبقى عدد الرز من كام لكام؟ من 5 ل 12. من 5 ل 12 مليون على حسب حجم السن. الدايركشن بتاعها اخبارها ايه؟ قال لك بالراحه كده، تعالى نشوف سنك ونشوف الدايركشن بتاعها. ادي يا سيدي السن بتاعك. ادي السنة ايه؟ السنة بتاعته. وادي الانامل. لو قلت ان دي ديسيدي واستوت، مين الخط ده؟ ده دي الدينتينو انامل جانشن. قال لك الانامل رود عمودية على الدينتينو انامل جانشن. عمودية على الدينتينو انامل جانشن. كل ما الدينتينو انامل جانشن يلف هي تلف معايا. يعني في الانسايد الانتي والكاس بتب مالها؟ قال لك فيرتيكال. طب بعد شويه تبقى بالورك اوبليك ناحيه الكراون ولا ناحيه الرود؟ ناحيه الكراون. طب انزل شويه تقلب هوريزونتال وتيجي لحد هنا وتقف. ايه يا عم؟ قال لك دي ديسيديوس تول. دي ديسيديوس ايه؟ فاكرين في الفرق بين الديسيديوس والبيرمننت؟ لما كان بيقول لك الانامل اند اب ربتلي، يبقى الدايركشن اوف انامل روز في الديسيديوس تول مالها؟ فيرتيكال اوبليك ناحيه الكراون هوريزونتال وينهي على كده. امال في البيرمننت ايه الاخبار؟ قال لك نفس الكلام بالظبط. فيرتيكال اوبليك ناحيه الكراون هوريزونتال ويجي في الاخر يبقى ايه؟ اوبليك ناحيه الرود. عشان كده بنقول ان الانامل في البرنن تيس اند از لايف ايدج. اند از لايف ايه؟ ايدج. تاني احنا بنتكلم عن انامل هيستولوجي اوف جامس. هيستولوجي اوف انامل قلنا ان وحده بناء الانامل مين؟ رود. وانت الرود سبسنس ورود شي. واتفقنا ان الرود دي لما كبرناها شبه الاسطوانه. عددها من 5 ل 12 مليون. الدايركشن بتاعها فيرتيكال اوبليك ناحيه الكراون هوريزونتال في الديسيدوس. فيرتيكال اوبليك ناحيه الكراون هوريزونتال اوبليك ناحيه الرود في البيرمننت. طب حد فاكر ان هي بتمشي محترمه كده؟ قال لك لا. دي مالها؟ قال لك لو ده الدنتين، يعني ده الدنتين والانامل جانكشن، قال لك تخرج من البيت محترم ستريت. وبعدين قال لك تبقى ويفي رايح راجع رايح راجع رايح راجع.
وترجع في الاخر تبقى ستريت. ايه اللي انت بتتكلم عليه ده؟ قال ده الكورس اوف الام الرد. ده الكورس اوف الام الايه؟ رد. ستريت مدينتين الام الجنكشن وبعد كده ويفي كورس وتبقى ستريت. ليه يا عم ايه الموضوع؟ قال لك مش الخليه اللي بتعملها خلاص بتتحرك ويف، حاجه فيها بتتحرك ويف اسمها تومز بروسس نتكلم عليها بعد. لحد دلوقتي حد عنده اعتراض؟ اخر حاجه تاني بس بالراحه عشان تعدل الرسمه دي. انت قلت ايه؟ ستريت ويفي ستريت، ستريت ويفي ستريت، ستريت ويفي ستريت. ما عدا مين؟ قال لك ما عدا الحته بتاعت الانسايد ايدج والكاست تيب دي. انت عايزها بقوه ولا ضعيفه؟ قويه. ما دام عايزها قويه الانام الرود تبقى بعيد عن بعض ولا توستد على بعض؟ لما يحصل تويستنج في الانام الرود في الحته بتاع الانسايد ايدج والكاسب دي اسميها الانامل المعقد، نارلت انامل، نارلت انامل. ويجي هنا سؤال زي الساينتفك تيرم يقول لك بارت اوف انامل الانام الرود فيه تويستد على بعضها يبقى اسمه ايه؟ نارلت انامل. موجود فين؟ في الانسايدر ايج والكاست. امال لقيت الانامل ماله؟ ستريت ويفي ستريت، ستريت ويفي ستريت. حد عنده اعتراض؟ كله تمام. اخر حاجه خد لي كروس سيكشن في الانامل رودز دي وقول لي شكلها ايه؟ قال لك حسب القطع. لو قطعها كويس تديني زي ايه؟ هكساجونالز زي بتاع الايه؟ النحل، زي خلايا النحل. لو القطعه وحشه شويه تبقى راوند، لو بايظه شويه تبقى اوفل، طب لو بايظه خالص تبقى شبه قش السمك، فيش سكيل. ده بيعتمد على الانام الرز ولا القطعه؟ القطعه. يبقى تاني هيستولوجي اوف انامل، احنا اتكلمنا على الانامل كيميكال بروبرتيز واتفقنا هندرسه بحاجه اسمها جراوند سيكشن. درسنا بالجراوند سيكشن، حطينا بالفيزيكال بروبرتيز، اتفقنا انه هارد ستوس ستراكشر، بريتنج، كيمي بيرميبل للايونز، لونه من جري شويه ليلوش وايت. دخلنا في الهيستولوجي وقلنا يونت ستراكشر اوف انامل از نقط زائد نقط زائد نقط، تقول لي رود رود شيز وانت رود سبسس. ليهم ثلاث مسميات كمان، رود يبقى بريزم، بريزم شيف، وانت بريزماتيك سبسس. الثلاثة دول هم الثلاثة بتوع الرود. مسكنا الرودز رداية رداية، الرداية دي مليانة كالسيوم ولا مش مليانة كالسيوم؟ دي حاجة مالها؟ هايبر كالسيفايد. دي حاجة مالها؟ هايبر كالسيفايد. طب اللاست قوي ولا مش قوي؟ قوي، يبقى هو كمان هايبر كالسيفايد. طب الشوية بتاع الأورجانيك كده يبقى الكالسيوم بتاعهم عالي ولا واطي؟ يبقى هايبر ولا هايبو؟ يبقى أول ستراكشر خدته لحد دلوقتي هايبو كالسيفايد في الإنامل هو الرود شيز. نتيجة مين؟ قال لك إن بيتجمع فيه الـ 4% بتوع الأورجانيك، الـ 4% بتوع إيه؟ الأورجانيك. مسكنا الإنامل رد رداية رداية، اتفقنا إن هي شبه الأسطوانة. لما درستها نمبر من 5 مليون ل 12 مليون، دايركشن ديسيديوس حاجه وبيرمننت حاجه، كورس ستريت ويلبي ستريت، ما عدا الحته بتاع الفاينل ايدج والكراكت مالا تويستد واسمها نار الانامل. جه منها سؤال كومبليت، نقط اذا تويستد انامل رود موجوده في الانسايدر ايدج والكراكت بتقول لي نار الانامل. كروس سيكشن اكسامينالز راوندد اوفر وي فيش سكيل على حسب القطعه مظبوطه ولا مش مظبوطه. حد شاطر يقول لي مين هي الخليه اللي عملت الانامل؟ مين يا اخويا؟ حد يفكرني بشكل الامينو بلاست دي كانت خليه لا كانت توت ولامينال جايه من حاجه اسمها ايه الانامل؟ ابيثيليوم بعمارة مكان النيوكليس فين؟ موجودة ناحية بروكسيمال
البروكسيمال موجوده ناحيه الايه؟ البروكسيمال كانت بتعمل شويه الانامل وتطلع لفوق شويه، تعمل انامل وتطلع لفوق شويه، تعمل انامل وتطلع لفوق ايه؟ شويه، صح؟ كل ما اعمل انامل بطلع لفوق. ومن هنا جت الحكايه بتاعت ازاي المباني الجديده بتتبني. ازاي المباني الجديده بتتبني؟ قال لك اللي ايه؟ رئيس الجامعه اتفق مع ايه؟ مقاول. قال له انا عايز المبنى يطلع في سنه عشان بتوع اصلا فاضحين. المقاول جاب العمال وقال لهم مش هترتاحوا، تشتغلوا ايه؟ كل يوم 12 ساعه. حلو؟ العمال من دول بدا يشتغل، جه وقت الاكل جاع. يرتاح؟ قال له لا مش هترتاح. اشتغل وانت بتاكل. تتوقعوا الشغل اللي العامل هيعمله وهو بياكل حلو ولا وحش؟ وحش بلغه الكالسيوم. هايبر كالسيفايد ولا هايبو كالسيفايد؟ هايبو كالسيفايد. انت بتتغدى الساعه كام؟ 3. بتتغدى الساعه كام؟ 4. بتتغدى الساعه كام؟ 6. انا بتغدى الساعه كام؟ 12 بالليل. كل واحد فينا بيجوع في ايه؟ في معايا، صح؟ حلو. انما يجي يوم الجمعه، يوم الجمعة ده بيختلف انا والجمعة وانت جمعة ولا كلنا واحد؟ كلنا يوم الجمعة بتاعنا؟ مش المفروض ناخده اجازة؟ لا. جاب العمال يشتغلوا فيه. متقدرين ولا مش متقدرين؟ يبقى كل شغل يوم الجمعة وحش ولا حلو؟ وحش بلغة الكالسيوم؟ تعالوا كده بقى بالراحة. فاكرين ربنا لما كان بيقول وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليلة؟ يعني يعني انا بشتغل بالنهار وارتاح بالليل. بيريد اوف اكتيفيتي وبيريد اوف ريست، دي سنه الحياه ولا لا؟ تنطبق على البني ادم وكل خليه في البني ادم اللي من ضمنها خليه الايه؟ الامينو بلاس. لازم تشتغل بيريد اوف اكتيفيتي وترتاح شويه يبقى بيريد اوف ريست. بيريد اوف اكتيفيتي وبيريد اوف ريست. تعالوا كده بالراحه. كل يوم الأمينو بلاس تعمل شوية إنامل هايبر كالسيفايد 100 100، ويجي وقت الراحة تعمل إيه؟ شوية إنامل مالهم؟ هايبو كالسيفايد، يعني لونهم إيه؟ بني. أجي تاني يوم أشتغل شوية حلوين وأعمل شوية مين؟ هايبو كالسيفايد. أشتغل شوية حلوين وأعمل شوية هايبو. ايه يا عم دي؟ قال لك دي خطوط جوه الانامل. خطوط جوه ايه؟ ديو تو ريزماتيك بانر اوف انامل فورميشن. بيريد اوف اكتيفيتي وبيريد اوف ريست. خطوط الانامل اسمها انكريمنتال لاينز اوف انامل. انكريمنتال لاينز اوف ايه؟ اوف انامل. اول خط خط قصير يعني ايه؟ يعني شورت انكريمنتس. ماله يا عم؟ قال لك ريزماتيك مانر اوف انامل فورميشن، بيريد اوف اكتيفيتي وبيريد اوف ريست. بالزمن بين كل خط وخط، بين كل غدا وغدا، كام يوم؟ يوم واحد. انا بتغدى مره في اليوم ولا حد بيتغدى كام مره؟ مره في اليوم. في المره دي بالزمن يوم تعمل كام مايكرون؟ تعمل 4 مايكرون. يبقى اليوم للأمينو بلاس يساوي كام مايكرون؟ 4 مايكرون. طب الخلية اللي جنبها، أنا بجوع بتغدى في وقت تاني، برضه هشتغل يوم وأعمل خط، هشتغل يوم وأعمل، هشتغل يوم وأعمل. حد عنده اعتراض؟ طب اللي بعدها نفس الكلام بس بتجوع في ميعاد لوحدها. حد عنده اعتراض؟ يجي يوم الجمعة بتاع الخلايا، يوم الجمعة بتاع الأمينو بلاست كل كام يوم؟ كل 4 أيام. شغل يوم الجمعة كله إيه؟ كله ماله؟ هايبو كالسيفايد. هو الجمعة بتاعتك غير الجمعة بتاعتي ولا كلنا زي بعض؟ عملت خط تخين هايبو كالسيفايد. ده تخين ولا رفيع؟ تخين. اكتشفوا واحد اسمه ريديوس سماه انكريمنتال لاين اوف ريديوس.
يبقى تاني خط في الإيلاج اسمه incremental line of ايه؟ of radius. يوم اتنين تلاتة، يوم اتنين تلاتة، يوم اتنين تلاتة، والرابع عمل incremental line of radius. بين الزمن بين تو incremental line of radius كم يوم؟ أربع أيام. أربعة في أربعة بستاشر يبقى يساوي كم مايكرون؟ ستاشر مايكرون. أقول كمان الخلية اللي عملت الإنام اسمها أميلو بلاس ليها بيريد اوف اكتيفيتي وبيريد اوف ريست، عملت لي ثلاثة انكريمنتال لاين. أول واحد منهم اسمه شور انكريمنت ديو تو ريزماتيك مانر اوف انامل فورميشن بيريد اوف اكتيفيتي وبيريد اوف ريست. بين كل خط وخط كام يوم؟ 1 داي يساوي كم مايكرون؟ 4 مايكرون. Every 4 days, all ameloblasts making a large hypocalcified line can make to increment the line of radius. Every 4, you shall become micron, 16 micron. Can make to increment the line of تحت الميكروسكوب. الخطوط الخفيفة الرفيعة اللي مش مع بعض هبان ولا يبان التقيل؟ يبان التقيل. تعال نشوف الانكريمنتال لاين اوف ريديوس بيبان ازاي تحت الميكروسكوب. ادي يا عم طبعا احنا الالوان غير معترف بيها. الالوان احنا مش في لاب عملي. ادي يا سيدي السنه بتاعتك. وادي الخط اللي اسمه بنتينو انامل جانكشن. الانكريمنتال لاين اوف ريديوس بتبان ازاي بقى؟ في اللي بالطول اللونجيتيودينال سيكشن. قال لك بتخرج من الدنتينو انامل جانكشن كون شيب، تلف وترجع للدنتينو انامل جانكشن تاني. تخرج من الدنتينو انامل جانكشن تلف وترجع له تاني. طلعت للاوتر سيرفيس. تخرج من الدنتينو انامل جانكشن وترجع تلف للاوتر، ترجع للدنتينو انامل جانكشن تاني. حد عنده اطراف؟ الكلام ده في الانسايدال 1 ومال في الباقيين. قال لك نفس الكلام بس المرة دي بتطلع على الاوتر سيرفس، بتطلع على الاوتر ايه؟ الخطوط اللي انت راسمها دي اسمها ايه؟ قال لك اسمها incremental lines of radius. يبقى تاني incremental lines of radius period of activity period of risk بينها وبين كل يوم كم مايكرون؟ 16 مايكرون. كم دين؟ 4 days بيبان تحت الميكروسكوب as concentric circles طالعة من الدنتينو انامل جانكشن وتلف وترجع للدنتينو انامل جانكشن تاني في الانسايزر 1 ثيرد، وفي السيرفايكال 2 ثيرد بتطلع على الاوتر سيرفيس. عارفين لما تطلع على الاوتر سيرفيس بتطلع بستراكشر اسمه بيري كايماتيك، يبقى نتكلم عليه بعدين. بيري ايه؟ كايماتيك. ده لو انا لونجيتيودينال سكشن. طب لو انا كروس سكشن، لو انا ايه؟ كروس سكشن يعني بشوف السنه بين عرض. ادي الجزء الاسود ده اسمه ايه؟ بالب سبيس. وادي الدنتينو انامل جانكشن. الخطوط دي الاقيها ازاي؟ الاقيها سيركلز حوالين السنه، سيركلز حوالين السنه. حد عنده اطراف؟ فاكرين المقاول؟ المقاول اتغير وجاب واحد تاني، رئيس الجامعة رفضه كالعادة، وجاب مقاول ايه؟ تاني. جاب مقاول تاني. ماله يا عم؟ قال لك بقى بيعامل العمال وحش ويأكلهم وحش. ايه اللي حصل؟ قال لك هو الطفل في بطن ماما بياكل ايه؟ فراكتوز، جلوكوز، كلام كله متصفي. صح؟ قاعد في تكييف جوه ولا قاعد في الحر؟ قاعد في تكييف جوه في الرحم. فجأة حصل ولادة. لما حصل ولادة النيوتريشن هيبقى ازاي؟ لازم لبن وأمايليز ويحللوا، والواد عنده مغص ومش عارف يرضع، باظ الأكل. طب خرج الجو حر، الجو برد، جاله نزلة شعبية. ايه يا عم اللي حصل؟ قال لك حصل تشينج في النيوتريشن وتشينج اوف environment. رجرج العيال، رجرج الطفل كله
من ضمن الخلايا اللي هتترجم مين؟ الايه؟ الامينو بلاست. تعمل انامل بلغه الكالسيوم ماله؟ هايبو كالسيفايد. تعمل لي خط بايظ هايبو كالسيفايد. اسميه ايه؟ قال لك سميه بتاع الحياه الجديده مش اتولد نيو نيتال لاين. ايه يا اخويا؟ قال لك ده تالت خط في مين؟ في الانامل. ديو تو بيرث حصل تشينج في النيوتريشن وتشينج في الانفايرمنت. عمل لي خط في نيو نيتال لاين موجود في انهي سنان؟ قال لك السنان اللي فيه جزء منها قبل الولاده وبعد الولاده. يعني كل الديسيز واز تيز. ومين الوحيد اللي في السنان الفيرنال؟ اور سكسوال وورد. تاني النيونيتا لاين موجود في كل السنان؟ لا موجود في بيه كل الديسيديوس والابر سكس واللور. ومن هنا يجي لك سؤال كومبليت يقول لك يقول لك لاينز اوف انامل انكريمنتال لاينز اوف انامل نقط زائد نقط زائد نقط. تقول له مين؟ شورت انكريمنت انكريمنتال لاين اوف ريزيوس ونيونيتال لاين. ونيونيتال ايه؟ لاين. نقط از ديو تو بيرث تشينج في النيوتريشن والانفايرمنت يبقى اسمه نيونيتال لاين. نقط از ديو تو ريزماتيك مانر اوف ذا تي اوف انامل فورميشن افري فور دايز. تقول له انكريمنتال لاين اوف ريزن. انما لو قال لك افري وان داي تقول له شورت انكريمنت. تقول له ايه؟ طب هيجي لك سؤال كمان يقول لك نقط It's a hypocalcified structure of enamel. قلنا لحد دلوقتي اثنين. Hypocalcified structure of enamel. مين هم اللي قلناهم؟ واحد في الثلاثة الأولانيين اسمه روز. سي صح hypocalcified. وكل الانكريمنتال لاين مالهم؟ hypocalcified. كل الانكريمنتال لاين مالهم؟ أقول كمان لحد دلوقتي في مشكلة؟ قلنا كده الهيستولوجي انامل رود والروتشيز والانتا رود سابستنس. قلنا الانكريمنتال لايز اوف انامل. تعالى قول لي هتشوف ايه تاني تحت الميكروسكوب؟ قال لك بالراحه مين الخليه اللي عملت الانامل؟ مين يا اخويا؟ امينو بلاست. طب افرض الامينو بلاست دي هي اصلا عيانه. هي اصلا ايه؟ تتوقع كل الانام الرده هتبقى مين يا اخويا؟ يبقى تاني لو الانام الامينو بلس ملعب عيانه كل الانام الرده هتبقى ايه؟ تعبان. هايبو كالسيفايد انام الرد. هايبو كالسيفايد انام ايه؟ انام الرد. طب حد شاطر يقول لي كده ايه المنظر اللي هشوفه تحت الميكروسكوب؟ طبعا مجازا بنعملها بالاحمر. قال لك لقيت خط في الانامل لونه بني. خط في الانامل لونه ايه؟ خط في الانامل. خط في الانامل يعني انامل لاميلا. انامل ايه؟ انامل لاميلا. ده خط في الانامل. ايه اللي حصل؟ قال لك ديو تو ميتابوليك ديس اوردر عمل لي هايبو كالسيفايد انامل رود. بانت تحت الميكروسكوب as leaf like structure. leaf like ايه؟ structure. بدءاً من الاوتر سيرفيس وداخله جوه الانامل. داخله جوه الايه؟ الانامل. قال لك دي تبقى ايه؟ قال لي هايبو كالسيفايد انامل روم سميتها انامل لاميلا. ممكن ازود حاجه؟ سميها ترو انامل لاميلا. ترو انامل لاميلا. ليه؟ هو في ممكن يبقى خوف؟ قال لك ابرار مضايقاني. رحت خبطها بالبنيه. ايه الاغراض؟ خلاص افنان مضايقاني رحت ضربها بالبنيه. لما اضرب حاجه هارد بالبنيه مش تتشرخ؟ قال لك حصل كراك في الايه؟ في السنه. حصل كراك في السنه. فاكرين السنه دي during tooth development كان حواليها ايه؟ تاني بالراحه كنت برسم الانامل كده وحواليه بقايا الانام الاورجن. فاكرين بقايا الانام الاورجن دي كان اسمها ايه؟ ريديوز ذا
دي نامي مين؟ ابيثيليوم. امال ايه اللي حوالين الرجوز دي نامي ابيثيليوم دي؟ ده مين؟ ده ان كان خير. مش ده كان الديفلوبمنت؟ انا خبطتها بالبنيه، خبطت السنه اللي لسه بتعمل ديفلوبمنت. هتعمل فيها ايه؟ يعمل فيها شرخ، صح؟ طب اوقع الشرخ ده يخش جوايا. خلايا مين؟ من الدنتال سان. يبقى خلايا ابيثيليوم من الدنتال سان. من الدنتال ايه؟ من الريدوز دينامي ابيثيليوم. طب افرضوا الخلطه كانت جامده قوي وقطعت الريدوز دينامي ابيثيليوم. هلاقي جواها مين؟ الدنتال سان. الدنتال سان لما تشوف انامل تحط عليه سيمنتال، يبقى ممكن الاقي جواها ايه؟ ممكن الاقي جواها سيمنتال. يبقى تاني منظر للانامل لاميلا، هايبوكاشفايت انامل رود ولا كراك؟ لسنه عملت ايربشن ولا لسه ما عملتش؟ لسه ان ايربتد. الاقي جوه كراك ايه؟ يا ابيثيليوم من ريدوس انامل ابيثيليوم، يا كونكتيف تيشو من الدنتال ساك، ممكن يعمل سيمنتال. طب افرض البنيه اللي خبطتها الفرح كان اوريدي سنه طلعت، اوريدي سنه جرى لها ايه؟ ايربشن. هيخش فيها ايه؟ سلايفا، فود، دبرس وبكتيريا. مش ده برضه يبقى كراك؟ يبقى تاني الكراك اللي انت رسمه ده اسمه انامل لاميلا. ممكن يكون ليه كام سبب؟ ثلاث اسباب. سميته انامل لاميلا تايب ايه؟ ترو انامل لاميلا. هايبو كالسيفايد انامل رود نتيجه ان الامينوبلاست كانت عيان متولد بسخونه. تاني واحده انامل لاميلا تايب بي، البنيه اللي ضربتها الافتان سنه بيفور ايربشن. الكراك اللاميلا الاقي فيها ايه او ايه؟ ابيثيليوم ريديوس او كونكتيف تيشو من الساك. تالت واحدة انامل لاميلا تايب سي بتاع الفرح افضل ايربشن، الاقي فيها ايه؟ سلايفا وديبرس وايه؟ وبكتيريا. ويرجع مرجوعنا للسؤال بتاع انيوميريت هايبوكالسفايد ستراكشر في الانامل. لحد دلوقتي كام واحدة؟ ثلاثة. رود شيف. كل الانكريمنتال لاين انامل اي انامل لاميلا ولا بس تايب ايه؟ هي الوحيده اللي هايبوكالسفايد انامل ايه؟ انامل رود. هايبوكالسفايد انامل رود. ايه الاسم بتاع هايبوكالسفايد انامل رود ده؟ غريبه، انا سمعته قبل كده فين؟ قال لك بالراحه. فلنفترض اللي ده الدنتين وينامل جانش وادي عند الانامي. حظ الوحش كان في انامي رد فوقيها برضه عيانه، هيبقى شكلها ايه؟ ستريت ويف. حظ الوحش انامي رد فوقيها كمان ايه؟ عيانه، هتبقى ايه؟ ستريت ويف. ايه يا عم المنظر ده؟ قال لك منظر شبه حزمه البرسيم او شبه بوكيه الورد. كيف حجمة البرسيم؟ حجمة العشب تافت اوف جراس. يبقى المنظر ده سميه ايه؟ انامل تافت. انامل ايه؟ تافت. ايه يا عم؟ قال لك ده هايبو كالسيفايد انامل رود، بس المرة دي كذا طبعة ولا مش كذا طبعة؟ كذا ايه؟ ايه ده؟ يعني السكشن ده رفيع ولا تخين؟ تخين. يعني الكلام ده بشوفه الثيك سيكشن ولا الثين سيكشن؟ الثيك سيكشن. الكروس سيكشن ولا اللونجيتيودينال؟ عادة في الكروس سيكشن. تاني بقى قلنا من الأول إنامل طف. هايبوكالسيفايد إنامل رود. بتبان في أي سيكشن؟ ثيك كروس سيكشن. إز طفت أوف جراس. كانها خارجه من سورس واحد ومتفرعه. سميتها انامل طف. سميتها انامل ايه؟ بتاخد قد ايه من ثيكنس الانامل؟ قال لك بتاخد من تلت لخمس الثيكنس اوف انامل.
من تلت الخمس التكنيك اوف. يلا نرجع للسؤال النيومرين. يلا يا حلوين النيومرين هاي جوكالسفايد استراكشر بالديناميك روتي ان كل انكريمنتال لاين اي لاميلا طيب ايه وينامل طف وينامل طف. حد عنده اطراف كله؟ طيب مضطر ارجع تاني للهيستولوجي وافتكر حاجه اسمها اندكشن. فاكرين الاندكشن؟ فاكر الاندكشن يا حسبه؟ حد شاطر يقول لي كان الاندكشن ده يعني ايه؟ ها افكر. عندي خط اسمه بيسمنت ممبرين، عندي خلايا اسمها انر انامل ابيثيليوم، كانت طول كلابلر والنيوكليوس فوق صح؟ لمست الدنتال بابيلا عملت لي خلايا اسمها ايه؟ اودونتوبلاست. خلاص بقى ده احنا عارفين ان الاودونتوبلاست ليها فرع ليها بروسيس اسمه ايه؟ اودونتوبلاستيك بروسيس او توم فايبر. اوعى حد يقول توم بروسيس، ده بتاع الامينو بلاست اللي هنتكلم عليه بعدين. تومز ايه؟ فايت. انا ما بحبش الاسم ده. اودونتو بلاستيك بروس. فاكرينها اللي خدناها في الدنتين؟ قال لك الاودونتو بلاستيك بروس دي من حظ الفقر دخلت بين خلايا الانر انامل ابيثيليوم. دخلت بين خلايا مين؟ الانر انامل ابيثيليوم. قبل ما اعمل هارد تيشو ولا عملت؟ وانت لو عملت هارد تيشو تعرف تدخل حاجه؟ يبقى ده بيفور هارد تيشو ايه؟ فورميشن. طب يا سيدي انا اهو هعمل دنتين وانت من فوق هتعمل ايه؟ انامل. وتفضل ايه موجوده؟ الاورونتو بلاستيك بروسيس. هيجرالها ايه لما اعمل جراوند سيكشن؟ هتتحرق ويبان لونها ايه؟ اسود. اسود ده عشان هايبو كالسفايد ولا هايبر كالسفايد؟ غلط. دي انكالسفايد بيسوفت تيشو. لما يجي يكون الانامل والدنتين اشوفها كانها راس دبوس. كانها راس ايه؟ في الانامل اسميه انامل سبندل. اسميه ايه؟ يبقى اخر استراكشر بشوفه في الهيستولوجي اوف انامل حاجه اسمها انامل سبندل. ده هايبر ولا هايبر كالسفايد؟ دي انكالسفايد ما فيهاش كالسيوم خالص. دي سوفت ايه؟ تيشو ديو تو انترانس اوف ايه؟ اودونتو بلاستيك بروسيس بين خلايا الانر انامل ابيثيليوم بيفور هارد تيشو فورميشن. عمل لي بلاك دوتس بلاك لاين سميته انامل سبندل. طب التسنيقه دي اشوفها فين اكتر حاجه؟ في اكتر حته مزنقه. مين اكتر حته مزنقه؟ الانسايزر اتش والايه؟ والكاستيب. الانسايزر اتش والكاستيب. يبقى تاني انامل كيميكال بروبرتيز 96.4 فيزيكال بروبرتيز هاردست تو ستراكشر بريتل لونه يلوش لبليت وجريش وايت على حسب الانامل حلو ولا مش حلو. سيمي بيرمي يقول للاين زي الفلورايد. هيستولوجي اوف انامل وحده بناء الانامل اسمها يونت. تعالى نقولها بقى بلغه الاسئله. يونت ستراكشر اوف انامل مين هما؟ روت روت شيز انت روت سابستنس. ولو قلت بريزم بريزم شيز انت بريزماتيك سابستنس الاثنين صح. انامل رد وحده بناء انامل هايبر كالسيفايد عملتها خليه اسمها مينو بلاست شبه التيوب او شبه الاسطوانه. عددها من 5 ل 12 مليون. الدايركشن بتاعها سريت. لا الدايركشن فيرتيكال اوبليك جراوند هوريزونتال في الديسيدوس. فيرتيكال اوبليك جراوند هوريزونتال اوبليك ليك في الفيرمينال. امال الكورس هو الستريت ويبي؟ ستريت. ستريت ويبي ايه؟ ستريت. حد عنده اطراف؟ كله.
الطبيعي اني الاقي ثلاث انواع من الانكريمنتال لاينز في الانامل. شورت انكريمنت ريزماتيك مانر اوف انامل فورميشن، بيريد اوف اكتيفيتي وبيريد اوف ريست بين كل واحده وواحده بالتايم كام يوم؟ 1 داي يساوي كام مايكرون؟ 4 مايكرون. امال لو كان 4 داي 16 مايكرون يبقى انكريمنتال لاين اوف ريزياس. ريزماتيك مانر اوف انامل فورميشن اكتيفيتي وريست بين كل واحدة والتانية 4 days 16 مايكرون. بتبان في اللونجيتيودنال سيكشنز اس كون شيب، خارجة من الدنتين ونعمل جاكشن وتلف وترجع له، خارجة وتلف وترجع له. في السيرفايكال 1 ثيرد بتخرج بره على السيرفس بستراكشر اسمه بيري كايمات. بستراكشر اسمه بيري ايه؟ كايمات. صح؟ اخر حاجة ديور تو ميتابوليك ديستربنس ات بيرث تشينج في النيوتريشن وتشينج في الانفايرمنت، يعمل لي خطس مليون ايتل موجود بس في الديسيدي والسيف ويل ابر من لوبر سكس اسمه نيون ايتل. يبقى الثلاث خطوط اللي في الانامل اسمهم ايه؟ شورت انكريمنت انكريمنت لاين اوف ريديوس ونيون ايتل لاين. هيجي لك سؤال في الفاينل انيومريت انكريمنت لاينز. ثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة، ثلاثة إنامل، ثلاثة دنتين، واحد سمنتم، ثلاثة بون. لما نيجي نراجع اللي على بعضها نقول بس افتكر البون. خلاص حلوين؟ قلت أنا شايف إيه تحت الميكروسكوب تاني غير موضوع الطبيعي بتاع ثلاث خطوط؟ قال لك إن الأمينو بلاست تبقى كلها عيانة وتعمل لي هايبو كلاسيفايد إنامل برود، سميته إنامل لاميلا. قسمتهم ثلاثة ترو انامل لاميلا تايب ايه هايبوكالسيفايد انامل رود ميتابوليك ديس اوردر. تاني واحدة انامل لاميلا تايب بي كراك بيفور ايربشن، يا يلاقي فيه ابيثيليوم من ريديوس انامل ابيثيليوم يا سيمنتم من دنتال ساك. تالت واحد اسمه لاميلا تايب سي كراك افتر ايربشن، الاقي فيها ايه؟ بكتيريا تكون ديفرنت سايز. بضمن الهايبوكالسيفايد انامل رود لقيت بوكيه ورد في الكروس سيكشن سميته انامل هايبوكالسيفايد انامل رود موجوده في الثيك كروس سيكشن. في الثيك كروس سيكشن اسف انها خارجه من ايه؟ من وان سورس. سميتها تافت اوف جراس، سميتها انامل تافت. ومن هنا يجي السؤال انيومريت هايبو كالسيفايد ستراكشر في الانامل، مين هما؟ اربعه قولوهم. كل الانكريمنت لاين اي انامل لاميلا ثم انامل طافت. اخر حاجه كان الدراع بتاع الاوضه بلاستيك بروس سميته انامل سبندل، لا هايبر ولا هايبر؟ كالسيفايد سوفت تيشو. باين قال روز لبابيس طالعه في الحته المزنوقه بتاع السايز الايتش والكاست ديو تو اودونتو بلاستيك بروسس دخلت بين خلايا الايد على جانب الابيثيليا بيفور ولا افتر هارت تيشو فورميشن؟ بيفور هارت تيشو فورميشن. لحد دلوقتي في مشكله؟ اكمل؟ هنخش في نقطة قبل ما نكمل، حاجة اسمها هانتر شريجر باند، ودي مشكلة جامدة. ايه هانتر شريجر باند دي؟ بالراحة يعلى يعني الدنيا حر ولا الدنيا ساقعة؟ حر. عمركم ما اتفقتوا على حاجه. طب تاني حر يعني للمرات اللي بعد كده اللي حران يقعد تحت التكه، اللي سقعان يقعد بين التكه، ولحد ما يحصل الكلام ده انا وانت حرانين. يلا يا حلوين يا سلطان، انا عندي كام نوع من انواع السلايد؟ اتنين، ديكالشفاير و كراون. انما عندي كام نوع من انواع الميكروسكوب؟
اتنين واحد ابو لمبة ابو ايه؟ لمبة. اللمبة تطلع نور يختلط الشريحة يقع على عينيا اسمه ترانسميتد لايت مايكروسكوب. فبصد اللمبة محروقة اخد المايكروسكوب واروح عند الايه؟ الشباك. الاشعة تجيلي من برة تنعكس على الشريحة وتقع على عينيا عشان اشوفها. اسمه ايه بقى؟ اللي بينعكس كده ريفلكتد لايت مايكروسكوب. يبقى انا عندي كام مايكروسكوب؟ اثنين. واحد اسمه ترانسميتد لايت مايكروسكوب ابو لمبه، واحد اسمه ريفلكتد لايت مايكروسكوب اللي من غير لمبه. خير اللهم اجعله خير. بتقول لي الكلام ده ليه؟ قال لك اصل انا بعد المطره شفت قوس اسمه قوس خدع. ايه قوس خدع ده؟ ده رينبو. ده رينبو بالانجليزي يعني قوس خدع. رينبو. ماله قوس المطر؟ ايه؟ ضوء الشمس بيحلل بسبع الوان؟ يعني ما بعرفش امسكه في ايدي؟ قال لك لا دي ظاهرة ضوئية. أنا مش طايقك لوحدي. وما تربطش نفسك بيه لأن يعني أنا بتلك أنا أصلا كنت عايز تردو من الأول. بس أنا عملت نفسي مش واخد بالي. ما تربطش نفسك بيه. ها؟ تاني بالراحة. ينفع امسكه في ايدي؟ ليه؟ قال لك دي ظاهرة ضوئية، دي اوبتيكال فينومينا. بمسكها بإيدي؟ لا نتيجة إيه؟ قال لك نتيجة انعكاس الألوان على المطر حللت لي الضوء الأبيض بسبع ألوان. نفس الكلام بيحصل بالإنامل. دكتورة هالة كان بتقول لي يا ابني شوف العينة بتاع الإنامل ده، لقيت الميكروسكوب بايظ، رحت واخد الميكروسكوب ناحية الإيه؟ الشباك، يبقى هدرسه بالترانسميتد لايت ولا بالريفلكتد لايت؟ بالريفلكتد لايت مايكروسكوب. فاكرين الكورس في بلاك اند رود كان ايه؟ سكرين ويفي سكرين. ايه يا عم؟ قال لك يا عم وانا ببص على الميكروسكوب وقعت الاشعه من الناحيه دي. الحتت اللي ماشيه معاها بالطول هتنعكس؟ مش هتنعكس، هترجع عليا اشوف لونها اسود. والحتت اللي واقفه بالعرض هتنعكس؟ ترجع لعينيا اشوف لونها ايه؟ ابيض. ايه يا عم الموضوع؟ قال لك alternating dark and light zone. alternating light and dark ايه؟ light باللاتيني يعني بارا زون، dark باللاتيني يعني دايا زون. dark دي دي dark دايا. alternating دايا زون and بارا زون. قلت بس ده اكتشاف هيستولوجي جديد هسميه عن كيلي هيستولوجي. ارجع ابص قالت لي لا الكلام اللي انت بتقوله ده مش موجود هيستولوجي، ده اوبتيكال فينومينا اكتشفها اتنين غلسين قوي اسمهم هانتر وشريجر. يسموها ايه؟ هانتر شريجر بان. هانتر شريجر ايه؟ درسوا الانامل بأني مايكروسكوب؟ ريفلكتد لايت مايكروسكوب. شافوا هيستولوجي ولا اوبتيكال فينومينا؟ اوبتيكال فينومينا. الترنيتنج يعني واحده ورا واحده، دارك اند لايت زون، دايا زون وبارا زون. قلت لها لا يا دكتور ده هيستولوجي. قالت لي بص امسك المايكروسكوب واعكسه، يعني النور هيجي من هذه الناحيه؟ من الناحيه الثانيه. يمشي مع اللي كان لونه ابيض يبان لونه اسود، واللي كان لونه اسود ينعكس ويبان لونه ابيض. يبقى لما غيرت اتجاه الضوء الاسود بقى ابيض والابيض بقى اسود. يبقى هيستولوجي ولا اوبتيكال فينومينا؟ اوبتيكال فينومينا. سؤال هيجي ازاي؟ يقول لك جيف ا ساينتفك تيرم اوبتيكال فينومينا بلا 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 بلا، تروح راجع كلمه هانتر شريجر بان. وصلت؟ عادة السؤال بيجي بطريق ساينتفك تيرم يقول لك اوبتيكال فينومينا فاوند في الانامل. بشوفها في كل الانامل ولا حتت وحتت؟ يعني هديك مثال، الحتت دي بشوفها بس في الانسايزال ايدج والكاسب تيب مش موجوده، بشوفها في السيرفايكال 2/3. ليه؟
عشان من فوق انامل ماله توستد الحته اللي سميناها نار للانامل. قال لك ما بشوفوش في اول الانامل ولا في اخر الانامل. ليه؟ عشان انا الكوتش بتاعي ستريت ويفي ستريت. هشوفه في الستريت، هشوفه في الستريت الاخرانيه، بشوفه بس في الحته الايه؟ ويف. يبقى الحته دي بشوفها بس في السيرفايكال تو ثيرد، في الجزء اللي في نص الانامل، لا اوتر سيرفس ولا انر سيرفس. لحد دلوقتي حد مشكله؟ فل. تعالى نخش بقى في السيرفس ستراكشرز اوف انامل. انا شغال طول ما انتوا شغالين، هتقولوا لي كفايه او الكفايه. يلا يا حلوين يا شطار. نعم. ايه؟ ما لسه دي سيرفس ستراكشر اوف انامل. كل الكلام اللي انا قلته ده كانت حاجات بشوفها لما عملت سكشن ولا مسكت السن على بعضها. عملت ايه؟ سكشن اسمه ايه؟ جراوند سكشن. سكشن اسمه جراوند. سيكشن اسمه جراوند ايه؟ جراوند سيكشن. قال لك لا، لا تعمل لي سيكشن ولا نيلة. انت خد السنه كده وهات مايكروسكوب، حد كان عنده سباي جلاس قبل كده، واقعد كبر للسيرفس. هقطعه ولا بكبره من بره؟ بكبره منين؟ من بره. وقول لي ايه الحاجات اللي انت شفتها على سطح الانامل من بره. يبقى انا كده هقطع ايدي واشوف عظم ولحم وجلد ولا بشوف الجلد من بره؟ بشوف الجلد من ايه؟ من بره. تعال نشوف ايه الحاجات اللي شفتها خمتها، الحاجات اللي على السيرفس. سيرفس ستراكشرز اوف انامي. اول حاجه شفت المنظر ده. تعالوا نرسم المنظر ده كده. ادي دي اهو الانامل. ايه الخطوط اللي برسمها دي؟ مين؟ الانكريمنت لاين اوف حاسب. ده انت بتشوف السيرفس ايه؟ ستراكشر. قال لك خلاص يا سيدي، ادي تكمله سطح الانامل. ادي تكمله سطح مين؟ سطح الانامل. شايفين الانكريمنت لاين اوف ريكسيس دي؟ لما بصيت على الانامل من بره لقيت حاجه غريبه قوي، خطوط متوازيه موازيه لبعضها وموازيه للسيرفايكال لاين. ايه يا ابني الخطوط دي؟ قال لك دي خطوط سميتها بيري كايماتا. مين يا عم؟ بيري كايماتا. ايه بيري كايماتا دي؟ قال لك شايف الخطوط اللي بالاحمر دي؟ دي اسمها ايه؟ انكريمنتال لاين اوف بليزيس. قال لك دي الاكسترنال مانيفستيشن اوف انكريمنتال لاين اوف ريزيس. ايه؟ اكسترنال مانيفستيشن اوف انكريمنتال لاين اوف ريزيس. على سطح الانامل من بره لقيت ديبريشن رفيعه سميتها بيري كايماتا، اسمها ايه؟ external manifestation of incremental line of radius. بين كل خط وخط تقريبا 30 مايكرون. بين كل خط وخط قد ايه؟ 30. 30 مايكرون؟ لا، اقل من كده بكتير. طب خير، اللهم اجعله خير. لقيتها في السيرفايكال 2 ثيرد وما لقيتهاش في الانسايدر 1 ثيرد. حد شاطر يقول لي ليه؟ عشان الريزيس في الانسايد المنطق ما بتطلعش بره، ده بتلف من جوه لايه؟ لجوه. بتلف من جوه ليه؟ لجوه. قولي لي انت دخلت الانسايد الاتش الانامل تخنه قد ايه عند الانسايد الاتش؟ تقريبا كام ملي؟ 2 ملي. طب بين كل خط وخط الريزيس قد ايه؟
أربعة إيه؟ مايكرون. يبقى الخط هيلحق بره، اللي بعده يلحق بره، اللي بعده يلحق بره. بعد ما خلص الاتنين مللي يا دوب يلحق بعض، وانا بخرج ليه؟ لتحت، عشان كل ما بمشي لتحت الانامي بيجراله ايه؟ بيرفع. اقول كمان الرسمه دي حته هيستولوجي قلناها المره اللي قلناها هناك، وده شكل الانامي من بره اللي سميته بيري، اللي سميته سيرفيس استراكشر اوف الاكسترنال مانفستيشن بتاع الريديال على السطح الخارجي. خطوط اسمها بيري كايمات. خطوط اسمها بيري ايه؟ بنقول ان بيري كايمات. هيجي السؤال ازاي ما تقفنيش؟ ساينتفك تيرم نقط الاكسترنال مانفستيشن اوف انكريمنتال لاين اوف ريديال تروح واقع بيري كايمات. اقول كمان تاني جيف ساينتفك تيرم external manifestation of incremental line of radial. تقول لي incremental اسمه ايه بقى؟ pericaimata. اعكس السؤال. pericaimata is external manifestation of نقط incremental line of radial. incremental line of ايه؟ of radial. يعني كنا زمان لما بنحب نغلس في الهيستولوجي كان عندنا حاجه اسمها give reason. give reason pericaimata is not present في الانسايد الون ثيرد عشان الانكريمنتال لاينز اند ريديال، عشان الانكريمنتال لاينز اند ريديال دو نوت ريتش ذا اوتر سيرفيس. اقول كمان كفايه. حلو، يبقى اول سيرفيس ستراكشر لقيته من بره اسمه ايه؟ pericaimata. تاني واحد اسمه ايه؟ قال لك بالراحه. تعالى ناخد الحته دي كده من اولها لاخرها. ادي الدنتين وينامل وادي الاوتر سيرفيس. فاكرين الخليه اللي كانت بتعمله اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ امينو بلاست. قولوا لي هي الامينو بلاست وهي هنا خبره ولا مش خبره؟ مش خبره صح؟ ما دام مش خبره هتعمل لي رد ولا هتعمل لي حته انامل وخلاص؟ قال لك هتعملي الاول حته انامل وخلاص، وبعد كده تبدا تعمل الرد، تبدا تعمل الايه؟ الرد، وتيجي في الاخر تعمل لي حته برضه ما فيهاش رد. حته ما فيهاش رد من بره، وحته ما فيهاش رد من جوه، ما فيهاش رد. هو ايه اليونت استراكشر في انامل؟ انامل رد. يعني الحته دي من الانامل ما فيهاش يونت ستراكشر، ما فيهاش، يبقى لسه يونت ستراكشر يبقى سميها ستراكشر لس انامل. يعني ايه ستراكشر لس انامل؟ يعني انامل ما فيهوش انامل رد. موجود فين؟ قال لك موجود عند الاوتر سيرفيس. ليه؟ قال لك الاميلو بلاست في الاخر شالت الجزء اللي بيعمل الرد. للحاجه اللي مش عارفه نشرحها ولا لا، خلاص عارفين ايه الجزء اللي بيعمل رد من الامينو بلاست؟ حاجه اسمها تومز بروسس. تومز ايه؟ هو اللي بيعمل شكل ايه؟ الانام الرد. التومز بروسس ده مش هنشرحه بالتفصيل، مش موجود في الاول ومش موجود في الاخر. عمل لي طبقه من الانامل ما فيهاش الاستراكشر الطبيعي، سميتها ستراكشرلس انامل. ديو تو لوس اوف مين؟ اوف انامل اوف تونز بروسس. تاني الخليه بتاع الاميلو بلاست في الاول بيبقى منظرها كده، تيجي تعمل انامل يبقى منظرها كده. عارفين الاستراكشر ده اسمه ايه؟ الحته دي اسمها ايه؟ تونز بروس. هي دي اللي بتعمل الرد. في اخر الانامل مفيش تونز ايه؟ بروس. يبقى الحته دي من الانامل هيبقى فيها رد، الحته دي من الانامل هيبقى فيها رد. الرد هو وحده بناء الانامل.
يبقى الحته اللي ما فيهاش رود سميتها ايه؟ ستراكشر ليس، يعني ما فيهاش ستراكشر. ستراكشر ليس انامي ديو تو لوس اوف تومز بروس. مش عايز منك اكتر من كده دلوقتي. لو شرحنا الامينوجينيس بعدين يبقى فاهمها. خلاص؟ يبقى لحد دلوقتي قلنا تو سيرفيس ستراكشر اوف انامي، مين هم؟ بيريكايماتا وستراكشر ليس انامي. تالت واحدة فاكر الإنان الرد يا حسبه شكلها شبه مين؟ الاسطوانة. شكلها شبه الاسطوانة. دي لو حصل اتريشن للجزء الأخراني مش هتبقى خارجة عن سطح الإنان. الحتة من الاسطوانة دي من الآخر بتعمل إيه؟ منكبسة. مش أنا بملى الحتة دي كالسيوم آخرها بتبقى إيه؟ كونكافيتي. كونكافيتي دي نهاية الرد ولا مش نهاية الرد؟ سميناها رد ان. سميناها رد ايه؟ رد ان. وانا ببص على الاوتر سيرفس ولقيت الحتة الاولانية دي اتكحتت حصل لها اتريشن، الاقي حتة كونكافيتي اسمها رد ان. دي من ضمن الحاجات اللي بشوفها على سطح الايه؟ الانام. اخر حاجتين من الهيستولوجي. فاكرين الانامل وهو بيتكون كان حواليه طبقه من الخلايا بتاع الايه؟ من الريديوس انامل ايه؟ ايبيثيليا. كانت لازقه على سطح مين؟ الانامل. الانامل ده هديه ولا مش هديه؟ الانامل ده ايه؟ هديه. والهديه لما نحب نقدمها مش بنغطيها بسلوفانه؟ برضه الريديوس انامل ايبيثيليا بعد ما تعمل الانامل تغطيه بسلوفانه. سلوفانه اسمها برايمري انامل كيوتيكل. برايمري انامل ايه؟ كيوتيكل. سلوفانه بيضه من السوفت تيشو اسمها برايمري انامل ايه؟ دي اللاست برودكت اوف ريديوس انامل ايبيثيليا. او خليها اللاست برودكت اوف امينو بلاست. الامينو بلاست بعد ما تخلص الانامل تخلي عليه طبقه السلوفان اسمها ايه؟ برايمري انامل كيوتيكل. السؤال هيجي ازاي؟ هيقول لك ساينتفك تيرم نوت از ذا لاست برودكت اوف امينو بلاست. تقول لي برايمري انامل كيوتيكل. الاستولوجي بتاع البرايمري انامل كيوتيكل هي الخليه بتاع الابيثيليوم دي كانت قاعده على ايه؟ بيزمنت ريمبرين. قال لك الاستراكشر بتاع البرايمري انامل كيوتيكال تيبيكالي بالهيستولوجي زي مين؟ البيزمنت ريمبرين. يبقى تاني عشان الناس اللي نامت، برايمري انامل كيوتيكال لاست برودكت اوف اميلو لاست موجود على سطح مين؟ الانامل. لو السن عملت الرشه ودخلتها بالمعجون البرايمري انامل كيوتيكال دي جرالها ايه؟ تتشال صح؟ ما عدا فين؟ ايه الحتة اللي ممكن ما تتشالش منها؟ ميزيا او ديسا اللي ما بنصلهمش فرشة معجون. وايه كمان؟ فاكرين الاناتومي بتاع السنة كان في شعور كده اسمها فيشر. الفيشر دي داخلة لجوه قوي، هتتشال ولا مش هتتشال؟ مش هتتشال. يبقى ممكن الاقي بقايا البرايمري نامي كيوتيكل دي فين؟ في البيتس والفيشر. في البيتس والايه؟ طب فايدتها ايه؟ قال لك دي اللي بتمسك الجنجف على الانامل. هنتكلم عليها في اول الترم الثاني. دي اللي بتمسك الجنجف على يبقى لحد دلوقتي قلت كام سيرفس ستراكشر؟ اربعه. بيريكايماتا اكستيرنال مانيفستيشن اوف بيتسيا. ستراكشر للانامل حته ما فيهاش انامل رد سطح الانامل. رد ان كونكافيتي على سطح الانامل نتيجه نهايه الرد. واخر حاجه دايما الانامل كيوتيكل. طب البنيه بتاعت فرح عملت سميتها ايه؟ كراك. يبقى من ضمن السيرفس ستراكشر ان ممكن الاقي ايه؟ كراك على سطح السنس ديو تو فيزيكال ايه؟ فورس. ديو تو فيزيكال فورس. نايس حاجه في الاستراكشر في السيرفس ستراكشر في انامل؟ نايس حاجة خمسة كده ايه؟
فايبريلا السمنتا اشرحها ولا نخليها للسمنتا؟ جايه في الامتحان اشرح يا جماعه تاني. اللي قاعد هنا قاعد بمزاج، اللي عايز يسيبني يقوم يقوم. لا مش هبقى تعلان، ده مش لا. نو رول ان اكسترا. نرجع للهيستولوجي. كان عندي ايه؟ انامل. الانامل بتغطيه طبقه اسمها ريديوس. دي انامل ايه؟ بتغطيه ليه؟ شباب اتفقنا الاكسترا من حقك تسيبني وتمشي وتلغي بره. مش عاجبك كلامي؟ ده لا حاجه ليها اتندنس ولا ليها ايه؟ درجات. اتفضل مع السلامه. انما ما تلغيش، ما تعملش موبايلك ايه؟ يرن. دول بس الطلبين اللي احنا طلبناهم. اي حاجه بعد كده سيبني وامشي. ريديوز انامل الفيليا دي كانت بتحمي الانامل من مين اللي هنا؟ ليه يا عم ايه اللي هيحصل؟ قال لك اصل ريديوز انامل الفيليا لو كشفت، لو انقطعت هنا وكشفت الانامل تيجي الدنتال ساك. الدنتال ساك ما بتتفهمش. اول ما تلاقي هارد تيشو تحط عليه سمنتا. يبقى لو الريديوز انامل الفيليا متقطعت تخش الدنتال ساك تحط ايه؟ ايه الفانكشن بتاع السمنتا؟ معروف هو اللي بينشا فيه ايه؟ الفايبرز بتاعت البريدونتال ايه؟ ليجامنت. طب الحته اللي على الانامل دي هينزل فيها فايبرز؟ يعني ما فيهاش فايبرز؟ طب ما فيهاش فايبرز اسميها ايه؟ يعني ما فيهاش فايبريلال سمنتا. فايبريلال تاني من الاول. فايبريلا سيمنتا. ده تايب اوف سيمنتا ديو تو ديجنريشن اوف ريديوس انامل انتيليا افتر ايربشن ولا بيفور ايربشن؟ بيفور ايربشن. دخلت خلايا الدنتال ساك حطت نوع سيمنتا ما فيهوش فايبر سميته فايبريلا سيمنتا. ساينتفك تيرم نقط is due to degeneration of reduced enamel epithelium before eruption. Fibrillar cementa. Fibrillar ايه؟ cementa. اقول كمان complete. Fibrillar cementa due to degeneration of not reduced enamel epithelium. Reduced enamel ايه؟ epithelium. اقول كمان يبقى لحد دلوقتي قلنا انامل وقلنا الهيستولوجي وقلنا السيرفس استراكشر في الانامل. حد يحب يقعد يسمع اللايف هيستوري فامينو بلاست؟ تاني انا ما عنديش مشكله، انا قلت انا معاكم لحد ما تقولوا لي كفايه. طيب كفايه دي اغلبيه؟ لا لا لا. اللي عايز كفايه ارفع ايده. مش اغلبيه يا دكتور. يا دكتور دكتور يا دكتور دكتور محمود يا دكتور. خلاص. طب سؤال بقى، المره الجايه كان المفروض هنبدا دي 10 دقايق يا جماعه الضحيه مش صعب. فاكرين العالم؟ فاكرين العالم؟ ايه فايبريلا فور ايربشن؟ ها؟ العامل؟ العامل ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ امينو كلاس. اسمه ايه؟ العامل ده كان صغير وبيكبر وبعد كده كون نفسه وبعد كده اتجوز وخلف وبعد كده حمى اولاده وشق طريقهم في الحياه. بالراحه تاني تاني تاني.
تاني بقى عشان انا ايه اتلخبطت. لايف سايكل اوف امينو بلاس هي سايكل ولا هيستوري؟ تاني بالراحه يعني ايه سايكل؟ يعني دايره وبترجع. ايه امينو بلاس بترجع ولا بتموت؟ يبقى ما ينفعش اسميها لايف سايكل، يبقى اسميها ايه؟ تاريخ الامينو بلاس. لايف هيستوري اوف امينو بلاس. حد فاكر التوت ديفلوبمنت؟ حد شاطر يقول خير اللهم اجعله خير. ادي البيجمنت ممبرين في وقت كان حاجه اسمها كاري ستيج. كان ايه المورفولوجي بتاع الامينو بلاست؟ كان امينو بلاست كان اسمها ايه ساعتها؟ ان الانامين ابيثيليا كانت كولامينر ولا طول كولامينر؟ كولامينر. كانت بتعمل حاجه؟ لا، خليه كولامينر النيوكليس بتاعتها ما بتعملش حاجه، واخده الخليه كلها وشويه ميتوكوندريا وشويه جولجي ماليش دعوه بيه. ايه؟ قال لك اصل العامل لسه بيكبر، لسه في المورفوجينيك ستيج، لسه في المورفوجينيك ايه؟ ستيج. بعد ما كان في الكاب ستيج دخل في البين ستيج. او هو في الكاب ستيج كان في حته فاضيه هنا اسمها سيل فري زون، وكان هنا الدنتال بابيلا. سابها ودخل في البين ستيج، الخليه اللي كانت شورت كلامينر بقت طول طول كلامينر، وحصل تشينج في البولاريتي. النيوكليس والميتوكوندريا راحوا بروكسيمال، والجولجي والسنتريول نزلوا ديستال ديستال، وخدت ستيل فري زون، وبقى هنا في خليه اسمها ايه؟ اودونتو اودونتو بلاس. يعني ايه؟ قال لك رتبت الخليه، دخلت في الاورجنايزنج ستيج، دخلت في الاورجنايزنج ايه؟ ستيج. يبقى العامل كان بيكبر مورفوجينيك، رتب افكاره بقى اورجنايزنج عشان يبدا يشتغل ولا ما يشتغلش؟ يشتغل. يبقى هيعمل فورميشن في نامل، يبقى هيبقى اسمه انر ولا اسمه امينو بلاست؟ يبقى هنا بدا يبقى فورماتيف، بدا يبقى ايه؟ فورماتيف ستيج، ويبقى اسمه امينو بلاست. يبقى اسمه امينو ايه؟ بلاست. ايه اللي حصل؟ قال لك بقى حصل هيستو ديفرنشيشن. حصل ايه يا اخويا؟ هيستو ديفرنشيشن يعني ايه؟ قال لك بالراحه، هو انا هبدا افرز ايه؟ هو الانامل قبل ما يبقى انامل كان اسمه انامل بس، ده نوع من انواع ايه؟ ايه ده؟ يعني انا هبقى بروتين فورمنج سيل. طب حد شاطر يقول لي كرايتيريا اوف اني بروتين فورمنج سيل؟ بالراحه. تعالى نحكي حكايه البروتين بيتعمل ازاي. بيخرج من نيوكليس حاجه اسمها ماسنجر ار ان ايه، تقع على حاجه اسمها رايبو. الرايبوزوم دي اللي موجوده فين؟ في الراف اندوبلازميك ريتيكولم، تتقري وتطلع بالبايد تشين، تخش على مين؟ على الجولجي، صح؟ تطلع من ناحيه ثانيه كسكريتوري. الكلام ده محتاج طاقه، يبقى محتاج مايتو، وكل الكلام ده قاعد في السيتوبلازم يبقى عايز اباندن. يبقى حد شاطر يقول لي كرايتيريا اوف بروتين فورمينج سيل. اقول اوبن فيسد نيوكليوس، نيوكليوس مفتوحه، راف اندوبلازميك ريتيكولم عشان يبقى عليها رايبوزوم، جولجي كتير، جولجي اباريتس كتير، سكريتوري جرانيول. الكلام ده محتاج طاقه، يبقى كتير مايتو كوندريا واباندنت سايتو بلاد. ده سؤال في الامتحان، كرايتيريا اوف
بلس ينطبق عليها أميرو بلس أودونتو بلس سيمنتو بلس أوستيو بلس وحتى فايبرو بلس أودونتو بلس. يبقى دي الكريتيريا بتاعت أي خلية آخرها كلمة بلس. إيه هما بقى؟ لارج اوبن فيس نيوكليس كتير اري ار كتير جورجي كتير مايتو اباندنت سايتو كتير سكروتري جرانيول. وزود عليهم حاجه اسمها الكرايم فوسفاتيت انزايم بس سيبوها للاودونتو بلاست كبروا دماغكم دلوقتي. يبقى تاني في الفورماتيف ستيج ايه كريتيريا اوف اميرو بلاست؟ 1 2 3 4 5. اقول كمان عملت الماتريكس عايز تحط فيه ايه؟ كالسيوم صح؟ يبقى هتعمل نضوج للايه؟ للانامل. نضوج يعني ماتيور. يبقى ماتيوراتيف ستيج ماتيوراتيف ايه؟ حد شاطر يقول لي انا هنتج بروتين يبقى عايز ده كله؟ لا ده انا هرجع تاني خليه ما فيهاش الاورجانيلز دي مش هتتمحي بس عددها هيكبروا ايه؟ يقل. طب والاورجانيلز الزياده مين اللي ياكلها؟ اللايسوزوم. يبقى تاني الخليه بعد ما تخلص الماتريكس مش هتحط بروتين تاني، هتحتاج الرف اندوبلازمي بروتين كتير هيقل. ميتوكوندريا هتقل، جولجي هيقل، سكريتوري جرانيولز هتقل. مين اللي ياكل اللي قاله دول؟ لايزو زوم. اللايزو ايه؟ طب مش انت هتسحب تاني البروتين وتحط كالسيوم؟ يعني هتاخد وتدي؟ يبقى السيرفس لازم يبقى كبير ولا لازم يبقى قليل؟ لازم يبقى كبير. يبقى اعمل ايه في السيرفس؟ اعمل له رافل بوردر، حتت طالعه وحتت نازلة عشان ازود السيرفس وانا بعمل ماتيوريشن. هيسحب البروتين بتاع الماتريكس ويحط مكانه كالسيوم. هنعرف الامينوجينز المره الجايه. يبقى انا دخلت في مين؟ في ماتيوريتيف ستيج. عملت الانامل مش عايز تحميه. تحميه يبقى انت هتعمل طبقه اسمها ريديوس انامل ابيثيليوم. هتنطبق لطبقه اسمها ايه؟ والريديوس انامل ابيثيليوم دي بقى باينه؟ لا دي شويه الخلايا تتبطط على بعض وتعمل لي 2 or 3 layers عشان تعمل ايه سطح الانامل؟ تعمل له بروتكشن. تدخلني في مرحله اسمها بروتكتيف ستيج. بروتكتيف ايه؟ الخلايا في مالها؟ محميه. فلات واتبططت مع بقيه الانامل اورجان وعملت الريديوز انامل ابيثيليوم. بنتج حاجه؟ لا. يبقى انا ما عنديش اورجانيلز قليله قوي. تاني مش انا عملت الانامل ماتريكس وحطيت له كالسيوم خلصت الانامل؟ انا عايز في حاجه ثانيه؟ لا هتتبططي وتبقي ريديوز انامل ايه؟ اللي هي كانت امينو بلاست ويا استراز ويا استنيت ويا عضو. يتبططوا ويعملوا لي 2 or 3 layers اوف فلات سيلز. اوف فلات ايه؟ سيلز. طب حلو تعالى بس ننزل الرسمه دي تحت. ادي يا سيدي انا مش قلت حاسس. ادي يا سيدي الانامل بتاعك. ادي الايه؟ الانامل قاعد عليه الريديوز انامل ابيثيليا. حد عنده اعتراض؟ تمام. ايه اللي من فوق دي؟ ايه اللي من فوق دي؟ الاورال ابيثيليا. انا سيبها لسه ايه؟ ما طلعتش. بينهم ايه هنا؟ كونكتيف تيشو. صح؟ مش السنه دي عايزه تطلع؟ مش بنت الايه؟ بنت الامينو بلاست عايزه تشق طريقها للحياه؟ اعمل ايه؟ قال لك وسع لها الطريق.
افرز لايزوزومال انزيمز تاكل الكونكتيف تيشو ليه؟ اللي فوقيها تاكل الكونكتيف تيشو اللي فوقيها. يعني انا بعمل ايه؟ بدوب الكونكتيف تيشو، بدوب الكونكتيف تيشو. يعني انا دخلت في ديزمو ليتنج ستيج. ديزمو ايه؟ اني بعمل ايه؟ بفرز لايزوزومال انزيم عشان ادوب الكونكتيف. فالدنيا تعرف تعمل. يبقى تاني العامل اللي اسمه امينو بلاس كان بيكبر مورفوجينيك وبعد كده بيرتب افكاره اورجنايزنج وبعد كده اشتغل فبقى فورماتيف. اتجوز وعمل ماتيوريشن وحمى ولاده بقى بروتكتيف وشقلهم طريقهم في الحياه وبقى ديزمونيتيك. لايف سايكل او لايف هيستوري في امينو بلاس مورفوجينيك اورجنايزنج فورماتيف ماتيوراتيف بروتكتيف وي. اقول تاني اقول قولي هذا. بروسيس كان اسمه ايه؟ تومز بروسيس. ايه يا عم فايده الامع ده؟ قال لك اصلا لما هاجي افرز البروتين بفرزها بيربنديكولار على سطح السله. فلما جيت مشيت كده لقيتها هي اللي مسؤوله عن تكوين وحده بدايه الانامل اللي اسمها ايه؟ انامل رودز. يبقى لما يجي لك سؤال ساينتفك تيرم او كومبليت ويقول لك نقط از ريسبونسبل فور الرود او بريزم الاثنين نفس الجمله الرود فورميشن يبقى مين؟ خدنا اللايف سايكل اوف امينو خلاص قلناها بالتفصيل. قلنا سيرفيس ستراكشرز اوف انامل اللي كان لازم يظهر منهم كلام كفلاشر. يعني ايه كلام كفلاشر؟ يعني ساينتفك تيرم لما يقول لك اكسترنال مانيفستيشن اوف من غير ما افكر اكسترنال مانيفستيشن اوف ريزيس يبقى بيري كلمات. لما يقول لك لاست برود ليه محدش بيكتب؟ ما بالراحه بقى يا دكتور عشان هيك كلام مهم. انا بقول الكلام اخر المره اللي فاتت قلنا ان في كلام فلاشر اول ما تشوفه تنطع الجمله. احنا دلوقتي هنتكلم بلغه الامتحانات. يعني لما يقول لك اكسترنال مانيفستيشن اوف ريزيس تروح قاطع له تاني كلماتك. لما تقول له لما يقول لك لاست برودكت اوف امينو بلاس تروح قاطع له برايمري انامل كيوتيكل. لما يقول لك اوبتيكال فينومينا تروح قاطع له هانتر شريجر باك. يبقى احنا اتفقنا واحنا بنقرا سؤال سبيشال ساينتفك تور هيبقى فيه كي وورد اول ما تشوفها تروح قاطع الكلمه. خلاص يا حلوين؟ اتكلمنا على الهيستولوجي اوف انامل سيرفيس ستراكشر اوف انامل اللي منهم الثلاث حاجات المهمين اللي احنا قلناهم دول ودخلنا في حاجه اسمها لايف سايكل اوف امينو بلس. مهم انك تعرف اساميهم وتعرف من ضمن الكلام الفلاشر اللي هنقوله دلوقتي حاجه اسمها فونز بروسس. ايه بقى مين عمه الامينو جينيسيس ده؟ قال لك بالراحه ما يفرقش حاجه حكايه اللايف لايف هيستوري امينو بلس عن الامينو جينيسيس حاجه. هقول لك كمان انت عارف ثلاث ارباعه هو اللي انا حاسس انك المفروض تعرفه. نمرة واحد حد شاطر يقول لي اي هارد تيشو بيتكون على كم مرحله؟ مرحلتين. مرحله اسمها ماتريكس فورميشن ومرحله اسمها مينراليزيشن. ماتريكس فورميشن مين؟ مينراليزيشن. واحنا بنعمل ماتريكس فورميشن في شوية كلام مهم أولهم حاجة اسمها تومز بروسيس. بأمارة ما كنا بنرسم الأمينو بلاست ونيجي من الأمينو جينيسيس. حاجة تانية في الأمينو جينيسيس اسمها ديجيتال تيرمينال بار. إيه يا عم البتنجان ده؟ قال لك شايف خلايا الأمينو بلاست مربوطة هنا ببعضها برابط جامد
قوي اسمه ديستال تيرمينال بار. ايه الفانكشن بتاع الديستال تيرمينال بار؟ يقول لك كانه اسامبلي الخليه بتاع الامينو بلاس لنصين، البادي والتونز بروسس. قال لك ليه تو فانكشنز. الاورجانيز بتاع الخليه ما تقدرش تنزل جوه التونز بروسس. مين اللي يمنعها؟ الديستال تيرمينال بار. ديستال لانه ناحيه تحت، تيرمينال بار لانه نهايه الخليه. طب بالنسبه للفانكشن اللي انت قلتها دي جوه الخليه ولا بره الخليه؟ جوه، يبقى دي انترا سيلولار فانكشن. طب وفين الاكسترا سيلولار فانكشن؟ قال لك اكسترا سيلولار فانكشن مش انا بفرز هنا بروتين، ينفع البروتين ده يخش بين الخلايا؟ يبقى هو كمان بيبريفنت الليكج، بيمنع البروتين انها تخش بين الخلايا. يبقى الديجيتال تيرمينال بار دي كام فانكشن؟ اثنين، واحده انترا سيلولار بتمنع الاورجانيزم انها تخش تونز بروسس، واحده اكسترا سيلولار بتمنع الليكج اوف بروتين فورميشن انه يخش بين السيلز. حلاوه؟ حد عنده مشكله؟ اه دكتور قول يا فندم. هي الديستال تيرمينال بار دي بتبقى اصلا في التكوين من الاول ولا بتتكون؟ لا دي بعد كده لما ابدا اعمل التونز بروسس. بعد التونز بروسس تقدر يظهر لي التيرمينال بار. طيب ده الجزء بتاع الماتريكس فورميشن. الجزء بقى بتاع المينراليزيشن قال لك تعرف فيه ثلاث حاجات مهمه. نمره واحد، عندك كام نوع من انواع المينراليزيشن اوف انامل؟ ثلاثة، برايمري او انيشال، وده بيتكون ديورنج ماتريكس. كام في المية؟ من 25 ل 30% من الجسم. سكندري مينراليزيشن اللي هو بعد ما اخلص الماتريكس ابدا احط بقيه الايه؟ الكالسيوم، ووصله نسبه كام؟ 96% كالسيوم. يبقى برايمري مينراليزيشن او اسمه انيشال مينراليزيشن وسكندري مينراليزيشن. في تيرشري؟ قال لك اه. فاكر لما السنه طلعت وانت فرحت بمعجون السنان وبسلتها بمعجون السنان فيه فلورايد وفيه كالسيوم؟ زود نسبة الكالسيوم من 96 لكام؟ 98. يبقى أنت عندك كام نوع من أنواع المينراليزيشن؟ ثلاثة، برايمري وسكندري وكالشري مينراليزيشن. دي أول معلومة مهمة جدا إنك تعرفها. تاني معلومة مهمة في الجزء بتاع المينراليزيشن إنك تعرف، هو أنا مش حطيت ماتريكس؟ مش انا هحط ماتريكس بروتين؟ طب احط الكالسيوم فين؟ قال لك لازم تسحب البروتين وتحط مكانه كالسيوم. يبقى الخليه وهي بتعمل ماتيوريشن كالسيفيكيشن بتسحب البروتين وتحط مكانه، بتسحب كميه بروتين قد ايه؟ قال لك كتير، ده انا هسحب كتير عشان احط كالسيوم. طب بتسحب اي نوع وخلاص؟ قال لك لا، انا بشوف البروتينات اللي انا مش محتاجها واشيلها واحط مكانها كالسيوم، واللي محتاجه اعمل ايه؟ اخليه. فيقول لك ان نوت اونلي كوانتيتيف، يعني مش بس بسحب كميه بروتين وخلاص، لا ده انا كمان بختار كواليتيتيف. ده انا كمان ايه؟ بختار. حد عنده اعتراض؟ يبقى لحد دلوقتي قلنا شويه المعلومات اللي انا محتاجها في الايه؟ امينوجينيسيس. قلنا الامينوجينيسيس هي نفس الحكايه. ماتريكس فورميشن كان فيها معلومتين مهمين بتوع التونز بروسس والديفينيشن والكي وورد بتاعه. تيرمينال بار الفانكشن بتاعتها مهمه جدا. المينراليزيشن عرفنا انواع المينراليزيشن واحد اثنين ثلاثه.